إليك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم لك الحمد أنت هديتنا وكفيتنا ووقيتنا وأطعمتنا وسقيتنا وشفيتنا وسترتنا وأعنتنا لك الحمد بلغتنا وبين يديك أوقفتنا لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالقرآن لك الحمد بالأهل والمال والمعافاة لك الحمد كل ولك الشكر كله ولك الثناء كله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك جواد تحب الجود فجود علينا اللهم إنك حي ستير تحب الستر فاستر علينا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك أن تبدل سيئاتنا إلى حسنات اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا وأهلينا ولمن له فضل علينا ولمن مد يد العون لنا ولمن أحسن إلينا ولمن سترنا ولمن أعاننا ولمن أوصانا ولمن أحسن الظن بنا ولمن ائتم بنا ومن رآنا ومن أمن على دعائنا إلهنا أتيناك بذنوبنا لتغفرها وبسيئاتنا لتمحوها وبأثقالنا لتخففها عنا اغفر الزلات اغفر الزلات واعف عن الخطيئات يا فاطر الأرض والسماوات يا الله يا كريم يا حليم يا لطيف يا ودود يا جواد يا عظيم يا من لا يرد السائلين ولا يخيب الطامعين يا رجاء الراجين يا غوث المستغيثين يا أمان الخائفين يا وجهة القاصدين يا من يسع الطالبين يا محب الملحين يا أكرم من سئل يا أبر من أعطى يا أجود من منح يا أعظم من
أعتق يا أكبر من تجاوز يا الله لا نحصي ثناء عليك. هذه رقاب الصائمين والصائمات أمرتهم بالصيام فصاموا ونهيتهم عن الطعام فانتهوا. يا الله يا الله نسألك في هذه الليلة المرجوة اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. إلهنا اجعلنا في هذه الليلة من العتقاء. اللهم اجعلنا في هذه الليلة من الفائزين بنوالك. نسألك أن تنير هذه الليلة بنور عطائك يا الله. يا معروفا بالمعروف يا معروفا بالمعروف طمعتنا في فضلك فطمعنا، رغبتنا في خيرك فرغبنا. إلهنا لك في كل ليلة نزولا يليق بجلالك وعظيم سلطانك، فتعطي السائلين وتقبل توبة تغفر للمستغفرين. إلهنا نحن السائلين، نحن التائبين، نحن المستغفرين. إلهنا تنقطع بنا السبل فنلتجئ إليك فتلجئنا، تنقطع بنا السبل تنقطع بنا السبل فنلتجئ إليك فتلجئنا، نأتيك خائفين فتؤمننا، نأتيك طالبين فتعطينا. إلهنا ما سألناك إلا وزدتنا فوق المسألة. ما رجوناك إلا وزدتنا فوق الرجاء. ما أكرمك، ما أجودك، ما أعظمك. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، وجهك أكرم وجه. وجهك أكرم وجه، ويدك أكرم يد. نسألك في موقف القرب هذا أن تحل علينا رضوانك، فلا تسخط علينا أبدا. اكتب لنا يا ربنا البراءة من النار. اللهم إنا حرها ووصبها ولظاها. أجرنا من النار، 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 أجرنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اغفر لوالدينا واجعلهم من أوفر عبادك حظا ونصيبا. اللهم اغفر لآبائنا الميتين، اللهم اغفر لآبائنا الميتين، اللهم اغفر لآبائنا الغابرين، اللهم اغفر لأجدادنا وجداتنا، واغفر لمن مات من أهلينا وأبناء عمومتنا وقرابتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعهم بدعائنا، اللهم ارفعهم بدعائنا، اللهم ارحمهم بدعائنا، اللهم أغثهم بدعائنا، اللهم اجعلهم في قبورهم أسعد مما كانوا عليه في الدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف المسحورين واشف المسحورات، اللهم اشف المحسودين واشف المحسودات، اللهم اشف الممسوسين واشف الممسوسات، اللهم اشف المعيونين واشف المعيونات، عجل لهم بفرجك، عجل لهم بفرجك، عجل لهم بفرجك يا فاطر الأرض والسماوات، يا رب الفرج، يا رب الشفاء، يا رب العافية، يا رب الغوث، أغثهم، أغثهم، أغثهم. اللهم اطرد من أجسادهم كل ألم ووجع برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، جملنا بالعافية، طهرنا بالعافية، أكرمنا بالعافية. اللهم اجعلنا ممن يهنأ بدنياه، اجعلنا ممن يهنأ بذريته، اجعلنا ممن يهنأ بأهله، اجعلنا ممن يهنأ بماله. اللهم يا حي يا قيوم، يا من إذا قلت للشيء كن فيكون، اللهم أكرمنا في هذه الليلة بكن. اللهم أكرمنا في هذه الليلة بكن، فإنه لا يعجزك شيء، لا يعجزك شيء، لا يعجزك شيء. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم املأ قلوبنا صبرا على كل مفقود، واملأها صبرا على تأخر كل مرغوب برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وفق ولي أمرنا خليفة ابن زايد ونائبه محمد بن راشد إلى كل خير، إلى كل خير. اللهم اشكر لهم حرصهم وجدهم، وجدهم واجتهادهم ببناء دولتنا وإعمارها. اللهم اجمع على الخير كلمتهم، اللهم اجمع على الرشاد رأيهم، اللهم اجعلهم ظل خير ونفع للمواطنين والمواطنات وكل من وطأ أرض الإمارات. اللهم اجعلهم رحمة على القريب والبعيد، وغوثا للأيام والأرامل والطريد والشريد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق حكام الإمارات وأولياء العهود لكل ما تحبه وترضاه. اللهم ارحم شيخنا زايد بن سلطان، اللهم وارحم الشيخ مكتوم ومن انتقل إليك من حكام الإمارات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين. الله أكبر الله أكبر